توكل على الله يا دكتور احمد. السلام عليكم. يعطيك العافيه. ان شاء الله اليوم حنكمل الاذر بلاد جروب تايبنج. طبعا عشان نستذكر السابق، اول شيء بالدعاء: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل حزنا اذا شئت سهلا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله اليوم نكمل بعد الكل والكد، لكن بدنا نراجع هيك خفيفة على سبيل إنه نربط المعلومات القديمة بالجديدة. اتفقنا إنه الكل في حاجات مهمة جدا فيه، إنه الكل في عنا لازم الواحد يكون عارف مين الاكثر شيوعا، مين الهاي فريكوانسي، مين اللو فريكوانسي. ليش؟ لان انا بكره قدام في العمليه الانتي بادي ايدنتيفيكيشن، لازم انا قبل ما اتكلم على البانل تكون انت عارف انه شيل الكد والكل. فهذا يعني هذه محاضره مهمه جدا، هي البوابه للدخول والتعرف على كيف انا اكشف على الاجسام المضاده في بنك الدم. فهذه محاضره مهمه، يعني انا اذا فهمتها خلاص الباقي الامور ان شاء الله سهله. فبدي اعرف انه الكي كابيتال، الكي كابيتال وهي تعتبر لو فريكوانسي. اذا الكي كابيتال، هذا المفهوم من الكل، الكي كابيتال هي اللو فريكوانسي، والكي بي اي لو فريكوانسي، والجي اس اي لو فريكوانسي. طب هذا بهمني؟ بهمني. يعني كيف؟ ليه بهمني؟ لانه معظم ممكن. دكتور احمد تفضل. دكتور احمد انت ممكن فضل. هل ممكن تكبر الصوره؟ ماشي تمام. ثانيه دكتور احمد، انت فاتح الكاميرا ولا لا؟ لا ما فيش فاتحها الكاميرا. افتحها عشان بصير الصوت بيقطع عند ابراهيم لما الكاميرا تفتح. النت عنده ضعيف؟ خلص لا مش مشكلة. تمام. مش مشكلة. طب دكتور بس لو عند المايك لو تخفض الضجيج هيك عند المايك، في تخفيض الضجيج، تخفيض الصدى. هيك كويس؟ هيك كويس؟ توكل على الله. توكل على الله. عندنا المعروفة انه الكي كابيتال، الكي كابيتال طبعا هذه لو فريكوانسي، وبالتالي انه احتمالية انها تنتقل للمرضى في حالة انه ما يحتاجوا دم احتمالية كبيرة. لو فريكوانسي معناته انه ممكن تنتقل للمريض، ومعظم الناس ما فيش عندهم هذا الشيء. فممكن احنا نلاقي انتي كي كابيتال عند المرضى تبعين الكل، ممكن نلاقي عندهم انتي كي بي اي، ممكن نلاقي عندهم انتي جي اس اي. اذا هذا انا كانسان متخصص في بنك الدم لازم اكون عندي هذه البيزك، انه اكثر شيوعا الكي كابيتال، الاقل شيوعا هي الكي كابيتال، ولكنها ممكن نلاقيها عند المرضى تبعين اللي ايش بيحتاجوا دم، بنلاقي عندهم انتي كي كابيتال. ولكن سهوله انه احصل على انه وحده تشفيها كي كابيتال سهله جدا. اذا في عمليه اللو فريكوانسي من السهل جدا ان احصل على وحدات دم. يعني لو احنا مثلا اجي اسال واحد في المقابله بقول له انه في اللو فريكوانسي عندي انتيجين لو فريكوانسي، تمام؟ الانتي تبعه، الانتي بادي تبعه هذا، ممكن تلاقي له وحدات بسهوله او بصعوبه. طبعا لو كان فاهم الامر انه في اللو فريكوانسي يعني معظم الناس مش عندها هذا الشيء، اذا ممكن الاقي، اذا ممكن احلها بسهوله، لكن الصعوبه عندي وين؟ في الهاي فريكوانسي. هذا لازم يكون فاهم هذه اساسيات في بنك الدم عشان نوصل للهدف تبعنا. شغله ثانيه، احنا قلنا انه في الانزيمات، الانزيمات قلنا لو احنا بدنا نعامل الخلايا بالانزيمات، وهذه مهمه، انا حكيتها مليون مره يا جماعه انه في حاجات مهمه. انا بدي اعامل الخليه مثلا عينه الدم، بدي اتعامل معها بالانزيم تريتمنت، هنلاقي انه لازم انت تعرف مين اللي بتاثر بالانزيم ومن الذي لا يتاثر بالانزيم او بصير له ديستركشن.
قلنا انه الذي يتحفز بوجود الانزيم، يعني لو جبت انا عينة سي بي سي وحطيت عليها انزيم بابن او فايسن او برومالين او اي انزيم حطيته عليها، هل بيصير يعني اكسبريشن بصورة كويسة او لو اكسبريشن؟ فلازم نكون احنا عارفين هذا الكلام. يعني مثلا انا بدي اياك تعرف انه انا لو حطيت انزيم مع سي بي سي مين اللي بيكون كويس؟ الكد، وهذا مهم جدا. انا قلت لكم الكد لو انا عملته بالانزيم بتلاقي بهاي اكسبريشن، يعني بيصير انه بكشف عنه بسهوله، يعني الانزيم بوضح لي اياه، وكذلك الار اتش وكذلك اللوس. هذا لازم انا اكون فاهم هذا الامر. لكن من الذي يتاثر بالانزيم هو الام ان اس سيستم والدافي سيستم. يعني لو جبت انا عينه ومحطوط عليها الانتيجين ام والان والاس والدافي، حلاقي لو انا حطيت الانزيم على السي بي سي هذه وكان فيها هذه الانتيجينات وبعدين انا جيت اكشف عنها حلاقيها تختفي. اذا هذه لازم انت تكون عرفتها، اساسيات في بنك الدم، عشان انا بكره ما اتكلم في عمليه البانل تيست تقول لي والله اول مره بسمعه هذا مش منطق. اذا انه الام ان اس والدافي بيصير لهم ديستركشن بالايش؟ بيصير لهم ديستركشن بالانزيم، يعني لو انا عملتهم بالانزيم هيختفوا. طيب والكل، قلنا لكم الكل لا يتاثر بالبابن والفايسن، هذه انزيمات بابن وفايسن، لكن بالدي تي تي وهو الداي ثايوثريدول دي تي تي قلنا لكم انه بيصير لها ديستركشن. يمكن احنا كنا اخطانا وقلنا لكم لا بنصير ان الناس من لا، في الدي دي تي الكل بيصير له ديستركشن. اذا بس ممكن انا اروح ادمر الكل انتجن عن طريق مين؟ عن حاجه اسمه دي تي تي داي ثايوثريدول، هذا لازم انت تكون عارفها. ليش انا بحكي الكلام هذا؟ عشان انت بكره لما تطلع على الشارت هذا ما تستغربش تقول اه والله استاذ احمد حكى. يعني انا بطلع لك هي الكل، هي الكل كابيتال، بطلعوا عليها الكل كابيتال، الكل كابيتال شايف كله زيرو 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 عند الناس، شايف زيرو زيرو زيرو، اذا لو فريكونسي. اذا انا مش معقول امسك تشارت في بنك الدم في مستشفى الشفاء في مستشفى الاوروبي في كذا في اي مكان وامسك التشارت وانا مش فاهم فيه ولا حاجه، مش منطق هذا الكلام. انت انسان متخصص في بنك الدم لازم تكون مميز، وبالتالي هاي هذا التشارت اه والله بقدر استفيد منه، ها هذا ايش معناته كل كابيتال، اه والله يعني شوف 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 كل هيته ما عدا واحده اثنتين ثلاثه بوستر، يعني قليل من الناس يملكون الكل كابيتال، يعني هذا اللو فريكوينسي. اذا لما امسك التشارت هذا بعرف ايش معناته زائد وايش معناته زيرو. هذا بالنسبه للكل. كمان درسنا عن الكل في شيء مميز، ان الكل قلنا موجود على وين؟ الكل انتيجين موجود على البريكيرسر وموجود على الماتيور، وبالتالي لا قدر الله واحد تكون عنده انتي كل فحيروح يهاجم مين؟ حيهاجم البريكيرسر وحيهاجم الماتيور، وبالتالي حيصير عندنا ريتيكولوسايتوبينيا. قلت لكم هذا مميزه للانتي كل وشيء غريب. عمرك شفت واحد في عنده هيموليتيك انيميا والريتيكولوسايت بتلاقيها قليله؟ اه ممكن، وهي مين؟ وهي الانتيكل. هذا لازم تكون انت فاهم هذا الامر. اذا الانتيكل بيعمل سبريشن اكثر ما بيعمل هيموليسيس للار بي سيز، يعني بيعمل سبريشن يعني بنلاقي انه في عندنا ريتيكولوسايتوبينيا، بيعملش ريتيكولوسايتوسيس. هذه المعلومة لازم انت تكون فهمها بالنسبة للانتيكل. شغلة كمان اللي انا بدي افهمها عن الانتيكل انه في عندنا النال فينوتايب، ممكن يصير عندنا نال فينوتايب. قلنا انه الكل في عندنا احنا نوعين من الانتيجينات قلنا موجودة في الكل، في عندنا كل انتيجين وفي عندنا كي اكس انتيجين، يعني هذا لازم برضه اكون فاهمها. اذا تو انتيجين ومرتبطات ببعض عن طريق الداي سلفايد بند. اذا هذا المفروض البيزك اكون انا فاهمه هذا الامر. اذا لما نقول نال الفينوتايب يعني انه مش موجود عندي
لا الكل كابيتال ولا الكل سمول ولا الجي اس اي ولا الجي اس بي ولا الكي اي والكي بي اي ولا الكي بي بي، ما يكونش هذول الموجودات عندي. لكن هل كي اكس موجود؟ اه موجود. اذا هي معنات نال فينوتايب. كذلك انه لازم افهم انه ايش معنات مكلود سندروم. يمكن اساتذتنا ما تطرقوا الها، بس هذا يعني مش معقوله انه انا بشتغل في بنك الدم وانا ما فهمش ايش معنات مكلود سندروم. مكلود سندروم يعني مش موجود عندنا الكي اكس انتيجين، الكي اكس انتيجين مش موجود عندي، وبالتالي هل هذا ممكن يعمل امراض؟ اه ممكن يعمل امراض. يمكن هو الوحيد اللي بيعمل قصص. الكل الكي اكس لما يكون مش موجود ممكن يكون في عندنا مشكله في، اتفقنا انه ممكن يكون في عندنا مشكله في المصل، ممكن يكون مشكله عندنا في النيرفس سيستم، يعني ممكن يكون في مشكله في الار بي سيز اكانتوسايتوسيس بتصير، ممكن يصير كان يكون عندي مشكله في الكاردياك. اذا في حاله المكلود سندروم نتيجة لعدم وجود الكي اكس انتيجين ممكن يعمل امراض الي ومشاكل كثيرة. اتفقنا كمان انه الكي اكس انتيجين لما يكون مش موجود بيعمل حاجة اسمها كرونيك جرانيولوميتس ديسيز. كيف يعني كرونيك جرانيولوميتس ديسيز؟ يعني انه عندنا الماكروفاج، اخذنا في المناعة في علم المناعة ان الماكروفاج انتيجين بريزنتنج سيلز، وبالتالي بتعمل انجلفمنت للانتيجين وبتعمل له بتحوله لايش؟ بتعمل له ديستركشن وبتحوله لبيبتايد وبتعمل له اكسبريشن على الميجر هيستو كومباتيبلتي. انا بديش ادخل في المناعه، ان شاء الله المناعه يعني الها اهلها يوفروا لكم اياها او اذا كنا يعني معكم ان شاء الله في المستقبل. وبالتالي انه هذه الماكروفاج في الشكل الطبيعي بتعمل هيك. طيب لو كان عندنا في مشكله في الكي اكس انتيجين، الماكروفاج ايش بتعمل؟ بتعمل انجلفمنت لمين؟ للميكروب او للانتيجين، تمام؟ ولكن لا تقتله. نوت كيلينج، وبالتالي هذا بسبب عدم وجود الكي اكس انتيجين. اذا الماكروفاج تعطلت شغلها بسبب الكي اكس انتيجين. طيب اتكلمنا انه له علاقه بالترانسفيوجن رياكشن الكل. هل الكل انتيجين له علاقه او الانتي كيل له علاقه ب ترانسفيوجن رياكشن؟ اه له علاقه بالترانسفيوجن رياكشن وله علاقه بالهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. حتى لا قدر الله لو كانت الام عندها انتي كيل، الانتي كيل من نوع اي جي جي ممكن يعبر البلاسينتا ويعمل مشاكل للطفل وممكن يتاثر بصوره كبيره، ممكن يضرب مين؟ يضرب البون مارو ويصير عمليه ريتيكولوس. ما احنا قلنا بيشتغل على البريكيرسر وبيشتغل على الماتيور، فوضع الامور بتكون صعبه جدا. طيب بعد ذلك اتكلمنا على الكيد، مهم جدا في عمليه الترانسبورت اوف يوريا، نقل اليوريا، لانه الكيد موجود على الكدني وموجود على الار بي سيز، عشان هيك قلنا بيعمل يورين كونسنتريشن بطريقه غير مباشره. شغله مهمه قلنا انه الكيد يمتاز بحاجه اسمها انمناستيك رياكشن. كيف انمناستيك رياكشن؟ يعني وهذا مهم جدا، اذا انت مش فاهم المعلومه هذه والله ما تكمل بنك دم احسن. اذا انمناستيك رياكشن انه انا مثلا بكون صفه الكد هذه انه لا قدر الله بعد اشهر بتلاقي الانتي كد شبه اختفى. انا قلت شبه اختفى يعني لو تايتر، لو تايتر لا يكشفه الجلد تبعنا ولا يكشفه الميثود تبعتنا. دكتور الصوت عندك قطع، بس ارجع عندي معلومه ثاني. دكتور سمعني؟ لو انا واحد عنده انتي كيد، لو يعني سامعك الانتي كيد مميزاته، انا قايل المره المليون يا جماعه الانتي كيد يمتاز بحاجه اسمها انمناستيك رياكشن. كيف يعني انمناستيك رياكشن؟ يعني خلينا نشرحها بشكل كبير وبعدين توضح لك كلمه انمناستيك رياكشن. يعني انا مثلا واحد عنده انتي كيد، لا قدر الله واحد صار عنده انتي كيد نتيجه عمليه الفريكوانس ترانسفيوجن، تمام؟ وبالتالي بعد اشهر او بعد شهرين بعد ثلاثه بعد اربع شهور اجى ينقل دم، اجينا نحضر له كروس ماتش صفه الانتي كيد، ها
صفة الأنتيكيد، هينا بقولها للمرة المليون، صفة الأنتيكيد إنه بصير لو تايتر بصورة كبيرة، حيث أن الجي لا يكشفه. لو تايتر بصورة كبيرة، لو تايتر بصورة كبيرة، وبالتالي لا يكشفه الجلد. لو أجاني هذا المريض بده وحدات دم بعد 3 شهور، حلاقي يطلع معايا حيطلع معايا كومباتبل، يعني وحدة الدم كومباتبل متوافقة، وبالتالي أنقلها للمريض بسهولة. ونتفاجأ أن التمريض بيتصل في المختبر بيقول صار ترانسفيوجن رياكشن، تم التحقيق في القصة، وروح يعملوا ايش؟ إعادة التحليل مرة ثانية من نفس الأنبوبة. هاي البروتوكول. ايش البروتوكول؟ لو بيجيني سؤال في الامتحان أو مقابلة شخصية لو صار ترانسفيوجن رياكشن، ما هو البروتوكول المعتمد عالميا حسب الامريكان اسوسيشن بلاد بانك؟ بتقول ايش؟ بتقول انك انت بتعيد عينة السي بي سي القديمة اللي عندك اللي حضرت منها، بتعيد الكروس ماتش مرة تانية، بيعيدها واحد تاني مش نفس الايش شخص، عشان نتأكد من انه الشغل صحيح ام خطأ. وبالتالي في حالة الانتيكيد بتكون قليلة، حيطلع فعلا إعادة الكروس ماتش مرة تانية، فيطلع إيش؟ كومباتبل. فهنا نثبت أن المختبر بريء من الترانسفيوجن رياكشن. فنذهب إلى التمريض أن هناك لخبطة بين أن بيشنت وآخر، ولقينا أنه نفس الرقم، نفس الهوسبيتال نمبر، نفس المريض، نفس كل شيء، ونفس الفصيلة. اذا ايش؟ التمريض بريء والفيزيشن المسؤول عن الحاله بريء. ما الحل؟ المفروض يكون هناك لجنه موجوده في كل مستشفى. للاسف الشديد في قطاع غزه نفتقد هذا الامر، ويمكن مش عن قطاع غزه، نفتقد حتى في الاخوه في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي كل الدول العربيه. المفروض تكون في لجنة مخصصة اسمها لجنة بنوك الدم في كل مستشفى. ليش؟ ويكونوا ايش هذول الناس؟ خبرة، بكونوا ياخدين دورات، المفروض يكونوا على مستوى عالمي، يكونوا ماخدين دورات عشان يعرفوا كيف يتعاملوا مع المشاكل اللي بتحدث في المستشفيات. طيب الحين ايش قلنا لهم؟ اسحبوا عينة تانية. البروتوكول الثاني انه في حالة ترانسفيوجن رياكشن انه اسحبوا عينة تانية للمريض عشان نعيد له الكروس ماش. ونتفاجأ ان عدنا العينة مرة تانية فيطلع انكومباتبل. الله اكبر، وين المشكلة؟ هل في الاولى ولا في التانية؟ لا، الاولى صح والتانية صح. هناك حاجة اسمها anamnestic reaction، اي انه يحصل هناك ايش؟ ربد للاميون سيستم، يعني صار ستيميوليشن للاميون سيستم بصوره كبيره. يعني كان عندي انتي كيد كميه قليله، ولكن عندما دخل الكيد انتيجين لهذا المريض فانه يحصل ايش؟ ربد ستيميوليشن لا او ستيميوليشن لمين؟ للاميون سيستم نتيجه هذا الكيد انتيجين، وحيطلع الانتي كيد بصوره كبيره. اذا كان بلو تايتر صار هاي تايتر في العينة الثانية، وبالتالي ايش؟ طلعت انكومباتبل. فلو طلع معاك انتيكيد في العينة الثانية فيها مشكلة، لازم يكون انت عندك يعني تكون كونشس. كيف كونشس؟ يعني تكون اويرنس بالقصة انه الانتيكيد لو تايتر، وبالتالي لا قدر الله واحد اخذ كيد انتيجين، فان الانتيكيد اللي كان لو تايتر حيكون ايش؟ رابد تايتر بصوره كبيره، وبالتالي ايش ممكن ايش ندافع عن انفسنا امام التمريض وامام الاطباء. هذا بالنسبه للكذب اللي كانت عليه المشكله. طبعا للاسف الشديد في ناس صار معاها يعني ترانسفيوجن رياكشن في مستشفياتنا كثيره، ونتيجه لقله الوعي طبعا لم يعني ما عرفوش ايش الحلول وايش المشاكل. فالمفروض احنا يعني كل فترة وكل شهريا او كل 6 شهور او كل سنة يكون في دورات وورشات عمل
لبنوك الدم بالذات، لأن المشاكل فيها كثيرة وخطورتها طبعا أخطر من فحص الكيمياء وأخطر من فحص الهيماتولوجي، وبالتالي المفروض يكون دائما متابعة لأحدث التطورات في بنك الدم. هذا بالنسبة للكل. اليوم إن شاء الله هنكمل محاضرتنا عن الدافي بلاد جروب. إذا خلصنا من الكل، خلصنا من الكد، أكيد صار عندنا وعي بهذول الأنتيجين التو أنتيجين. إن شاء الله ننتقل إلى الثري أنتيجين وهو الدافي بلاد جروب سيستم. الدافي معروفة إنه الدافي من اسمه أف واي، يعني عشان ما الرمز تبعها من آخر حرفين أف واي عشان ما تتلخبطش. أف واي، إذا في عندنا أف واي A وأف واي B، إذا في عندنا أف واي A أف واي B، إذا هذول أنا لازم أفهمها في بنك الدم. إذا أف واي A أف واي B هاي الدافي. طيب هذه إيش بقول لك؟ أنها كودومينان وهي جلايكوبروتين، جلايكوبروتين وكودومينان. إيش معنى كودومينان؟ أي أن الأف واي A يعبر عن نفسه وآي أف أو أف واي بي يعبر عن نفسه، يعني كل واحد بعبر عن حاله. طيب كمان هو يعني لأف واي اي وأف واي بي أنتيثيتيكال. يعني كيف أنتيثيتيكال؟ يعني جايين من نفس الجين، وإحنا عارفين أخذنا في الموليكولا أكيد أشطر مني أنتم في الجيناتيك، معروفة أن الجين قليل من الام من المذر وقليل من الفاذر، وبالتالي انه ممكن انا اخذ من امي اف واي اي وممكن اخذ من ابويا اف واي بي. طيب هذا المفروض انا اكون فاهمه انه عندنا اف واي اي واف واي بي. طيب ايش بهم كمان شغله مهمه في بنك الدم اللي هنا؟ المهم عندي في الاف واي اي والاف واي بي قلنا انه يتاثر بالانزيم، هذا لازم يكون انت فاهمه انه الاف واي اي والاف واي بي يتأثر بالإنزيم، بيصير له ديستركشن. يعني لو أنا جبت عينة سي بي سي وبدي أروح حطيت عليها إنزيم زي البابن أو الفايسن، حيصير ديستركشن للضفي. هذا لازم أنت تكون فاهم هذا الأمر. شغلة مهمة في بنك الدم غير التريتمنت أوف إنزيم، إيش مشكلة تانية؟ إنه ستورج أوف آر بي سيز، هذا جبت ستورج أوف آر بي سيز اللو بي اتش أو ليس سوليوشن، فإنه يسبب إلى فقدان الأنتيجين. يعني كيف هذا الأمر؟ يعني مثلا والله أستاذ إبراهيم عنده بدي أحضر 20 وحدة تلاسيميا، تمام؟ وأنا والله بيني وبينكم أنا بكرة الصبح مقصر بدي أحضر السسبنشن تبعها أحسن لي وأكتب أرقامهم وأظبطهم عشان أريح لي واحدة بسرعة وخلص تعين التلاسيميا. أنا بدي أصرف 40 وحدة دم دوبنا أروح على بيتي دوبنا للأسف في ظل الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر فيها ممكن الإنسان يفكر بأشياء سلبية. هو يا حرام عشان بدي يخلص شغله بدري، لكن الإنسان دائما يميل إلى الراحة. أحيانا الراحة بتكون دمار للإنسان. إيش من ناحية إيش الضفي يعني؟ إيش المشكلة يعني؟ يعني مثلا حضرنا دم سسبنشن لوحده دم قبل بيوم، ايش اللي حيصير هنا؟ بقول لي فقدان الانتيجين. دكتور الصوت قطر، قلت حضرنا سسبنشن لوحده دم قبل بيوم صوت قطع لسه. لما نقول حضرنا مش سامع الصوت صار يقطع. سامعني؟ سامع. لما نقول حضرنا سسبنشن لوحدة الدم قبلها بيوم الصوت قطع. صحيح. تمام ماشي تمام، مليح اللي وضحت لهذا الامر. تمام. طيب الحين احنا حضرنا سسبنشن قبل بيوم، تمام؟ لا مريض هذا عنده ايش؟ عنده الدافي، عنده دافي انتيجين، تمام؟ وهذا الوحدة الدم تبعت الدونر فيها دافي انتيجين والمريض عنده انتي دافي، سامعيني؟
عنده المريض انتي دافي، ووحدة الدم اللي بدي احضرها دافي. الحيني هذا ايش صفة الدافي؟ لازم انك ما تحطه في اللس وانت بتحضر السسبنشن، تحضرش وترميه على جانب تقول بعد ساعتين ثلاثة بدي ايش اعملها واخلصها. هذا غلط. ليش؟ لانه الانتيجين يفقد في حالة وضعه في اللو ايونيك سترينث سلايم، يعني يفقد مع الزمن مع الوقت. لو انا مثلا حطيته في اللس وعملت على طول فيش مشكلة، لكن انا لو تركته مثلا ساعة ساعتين ثلاثة ممكن الانتيجين يفقد، وبالتالي انا اروح اعمل كروس ماتشنج ويطلع معايا كومباتبل وانقل للمريض ويصير رياكشن مع المريض. تمام. اذا واجينا شوف المشكلة الثانية، خلصنا من الكد واجينا للضفيع. عشان هيك يا جماعة بنقول في انه بنك الدم لازم يكون اللي بيكون موجود فيه ما بدنا اياه يكون آلة يحضر وخلاص، لا خطأ. لازم يعرف كل انتيجين كيف بيشتغل. الضفي بيتأثر، لازم انا اذا بدي احضر سسبنشن احضر على طول، لانه لو اتأخرت الضفي انتيجين حيختفي وبالتالي حيطلع كومباتبل وبالتالي حيصير الرياكشن عند المريض، يعني طلع عندي كومباتبل كاذب، وبالتالي حنقول للمريض وحيصير رياكشن ويقولوا لك عيدها مرة تانية، عيدها مرة تانية ويطلع incompatible. كيف انت طلعتها incompatible؟ ايش بتقول انت؟ اقسم بالله عملت انها incompatible وضلت تبكي ومش عارف تبكي على الاطلال. طب ليش؟ لازم انت تكون عندك علم جيد ان الضفي لما انا بدي اعمل suspension له في اللس انه احضره على طول، ما استناش عليه ولا حاجة، لانه الضفي يتأثر باللس. عشان هيك بقولكم مشاكل بنك الدم كتيرة، مشاكل بنك الدم كتيرة وبتعمل مشاكل وتحقيقات، وممكن كمان ينحبس بالسجن بسبب ايش؟ عدم الوعي. عشان هيك انا بقول لك انتبه معايا، بدناش نتسرع ونقول خلصنا بنك الدم، لا، انت ممكن تاخذ مني معلومات بسيطة تكفيك لحمايتك الى يوم الدين ان شاء الله. طيب ايش اكتر شيوعا هنا؟ خلصنا من المشكلة هذه. احنا معروفة انه شايفين 49 هنا اكتر 49%، في عندنا اف واي اي واف واي بي. اذا مين اكثر شيوعا في؟ هل اف واي اي لحاله، هي اف واي بي لحاله، او الاثنين مع بعض؟ احنا معروف حتى في الاي بي او سيستم كنا نقول اقل واحد الاي بي، صح؟ هنا اكثر واحد في الاف واي اي، وفي الاف واي في الضفي وفي الكد اكثر واحد ايش؟ الايش؟ الاف واي اي والاف واي بي، هذول اكثر ايش شايفين. احنا مالتي باس، يعني كيف مالتي باس؟ قلنا انه بيدخل له اكسترا سيلولار وترانس ممبرين وله ايش؟ انترا سيلولار. هذا بسموها مالتي باس، يعني في ثلاث، يعني اكثر من شغله له الانتيجين، يعني بيقتحم اكثر من شغله. تمام. اذا في عندنا ايش؟ اف واي اي، اف واي بي، وفي اف واي 3. شايفين ملاحظين انه الاف واي 3 مع مين؟ دائما في وجود الاف واي اي والاف واي بي. هذه معلومه لازم انت تفهمها، انه موجود عند الاف واي 3 في حاله وجود الاف واي اي والاف واي بي، هذا بيكون موجود. يعني معناته ايش؟ معناته هاي فريكوانسي. يعني ايش هاي فريكوانسي؟ يعني معظم الناس في عندها اف واي 3. طيب لو كان هذول مش موجودات عندي، هنلاقي اذا الاف واي اي مش موجود والاف واي بي مش موجود، بنلاقي انه عندنا انتي اف واي 3 اكثر شيء موجود عندنا. عشان هيك لو لا قدر الله في واحد عنده نل اف واي اي واف واي بي، لو كان عنده ما فيش عنده لا في اف واي اي ولا اف واي بي، ايش الحل؟ هذا ممنوع تنقل له دم الا زي نل، يعني زي ما يكون، يعني فيش عنده ضفي لا في اف واي اي ولا اف واي بي. ليش؟ لانه بكون عنده انتي اف ايش؟ بكون عنده انتي اف واي 3، وهذا ممكن يتفاعل مع الضفي ويعمل مشاكل وترانسفيوجن رياكشن، او يعمل هيموليتيك ديزيز اوف فيتس اند نيو بورن، ممكن يعمل مشاكل. طيب ايش بهمني كمان في الضفي؟ مشاكل شو بالضفي؟ ايش كمان في مشاكل؟
مشاكل الطفي انه لازم اعرف انه الطفي لما يكون نل هذا بيكون موجود في الناس البلاك. كيف البلاك؟ يعني الناس السود. زمان كل واحد اسود من الامريكان عملوا لهم الطفي، لقوا عندهم مش موجود الطفي، اذا جابوا الامريكان السود وسحبوا منهم دم وشافوا هل في عندهم اقواي اي واقواي بي، لا لقوهم نل مش موجود عندهم لا اقواي اي ولا اقواي بي. طيب هل هذا بهمني في شيء؟ يعني مثلا معلقين عليها والكتب والابحاث معلقه عليها، هل هذا بهمني في شيء؟ بهمني في شيء. معروفه ان الاقواي اي والاقواي بي هي الطريق الى دخول الفيفاكس بلازميديوم فيفاكس ودخولها الى السيلز الى كرات الدم الحمراء. لازم انت تكون هذا فاهم هذا الامر. اذا الاقواي اي والاقواي بي هذولا زي ريسبتور، هذولا ايش؟ زي ريسبتور. ادخلوا لمين؟ ريسبتور لمين؟ ريسبتور لمين؟ لا بلازميديوم فيفاكس وبلازميديوم نولسي. نولسي هذه يمكن قليل جدا نولسي نسمعها نولسي، لكن فيفاكس هذه انت مطلوبه منها بلازميديوم فيفاكس. اذا وجود الاقواي اي والاقواي بي، لا قدر الله انا رحت مثلا على السودان، تمام، ازينا احنا في فلسطين عندنا اقواي اي واقواي بي، عشان هيك احنا اللي بروح على السودان بتلاقيه بيصاب على طول هناك بالبلازميديوم فيفاكس بسهوله. ليش؟ لانه الميكروب موجود والريسبتور موجود، وبالتالي بهناك يحدث ايش؟ الاصابه. لكن البلاك الامريكان السود يفتقدون هذا الاقواي اي والاقواي بي، وبالتالي لا يصابون بايش؟ بالبلازميديوم فيفاكس. هذه لازم انت تكون فاهم هذا الامر، لانه هذه موجوده والكل بيعلق عليها وممكن تيجي في امتحان. انه الناس اللي ما عندهمش اقواي اي واقواي بي بيكونوا حمايه لهم انه يصير ريزيستنس لمين؟ للبلازميديوم فيفاكس او نولز. المفهوم في الضفي يعني بدك تفهموا انه من نوع اي جي جي، معروفه ان الكيل من نوع اي جي جي، انتي كيل من نوع اي جي جي، انتي كيل من نوع اي جي جي، الانتي ضفي من نوع اي جي جي، لازم انت برضه هذه تكون فاهمها. اكثر شيوعا الانتي اقواي اي، اكثر شيوعا يعني مش احنا في عندنا انتي بودي للاقواي اي والاقواي بي، مين اكثر شيوعا بنلاقيه دائما يعني تكلموا عليه؟ الانتي اف واي اي اكثر شيوعا من الانتي اف واي بي. شغله ثانيه ثيرمال رينج 37، يعني انا ممكن احضر كروس ماتشنج في ال 37 بيكشف لي اياه الانتي اف واي اي. ممكن يعمل هيموليتيك ديسيز اوف نيو بورن؟ ممكن. ممكن يعمل ترانسفيوجن رياكشن؟ ممكن. لكن ممكن يعمل اكسترا فاسكولار، اكسترا فاسكولار زي مين؟ زي الكلب وزي الكلب، بيعمل اكسترا فاسكولار، بيعمل اكسترا فاسكولار. ايش يعني اكسترا فاسكولار؟ احنا قلنا انه ان شاء الله قدام ان شاء الله برضه بنشرح لكم ايش يعني اكسترا فاسكولار وانترا فاسكولار عشان نثبت المعلومه. من نوع انا قلت لكم انه الانتي بادي من نوع اي جي جي، حكيت كلمه انه معظم البلاد جروب خلف الار اتش زي الكلب والكلب والضغط كلها يتم هذا من نوع اي جي جي، وبالتالي لو تكون انتي طفي او انتي اف واي اي اجى على الار بي سيز بصيرلوش بيعملش تحفيز للكومبلمنت. ليش؟ لانه هنا من نوع اي جي جي، وقلنا انه الاي جي جي يستثنى منها الاي جي اي جي 1 واي جي 3، هي المره المليون. يعني الاي جي جي ما بيعمل complement fixation، ما بيعمل complement stimulation، ما بيعمل
اي تحفيز للكومبلمنت ما عدا الاي جي 1 والاي جي 3. هذه معلومة لازم تكون انت فاهمها في المناعة. انا قلت لكم انه اسم الموضوع اللي احنا بنشرح فيه في بنك الدم اسمه ميونو هيماتولوجي. اذا انت مش فاهم في المناعة عمرك ما بتفهم بنك الدم. وبالتالي انه الاي جي جي موجودة على الار بي سيز، اي ان هناك لا يحدث استيميوليشن لا مين للكومبلمنت، وبالتالي سيذهب هناك طبعا خط سيرو حيروح على السبلين، وبالتالي السبلين فيها ماكروفاج، والماكروفاج معروفة في السبلين انها بتتعرف على مين، اي ابنورمالتي او اي سنسيتايز سيلز، وبالتالي تعمل له انجلفمنت وبتتخلص من هذه الار بي سيز. اذا معروفة هناك صار ديستراكشن وين في السبلين، يعني اكسترا فاسكولار. اذا بدون حفظ، اذا صار عندي لا قدر الله صار عندي انا اخذ ضفي انتي اف واي اي اخذته انا وصار رياكشن، طبعا الرياكشن طبعا قلنا مش فوري، قلنا الرياكشن بعد 5 إلى 7 أيام الى 10 أيام ممكن. وبالتالي ليش؟ لانه يذهب الى مين؟ الى السبلين وبصير هناك ديستراكشن. هذا بالنسبة للضفي لازم انا اكون فاهم هذا الامر. معلومة بسيطة، يمكن واحد يحكي لي يقول لي يا أستاذ أحمد أنت قلت لي الأنتي كيد من نوع أي جي جي، تمام؟ أنا أعترف أنه قلت لك أنتي كيد من نوع أي جي جي، نرجع للأنتي كيد من نوع أي جي جي، لكن ممكن يا أستاذ أحمد ممكن يصير يعني إنترا فاسكولار في الأنتي كيد أو إكسترا فاسكولار. أنا قلت لك بشكل عام كل الاي جي جي اكسترا فاسكولار، لكن هل هناك اكسبشن؟ هل هناك استثناءات في القصة؟ ممكن في استثناء في حالة الانمناستيك رياكشن. لو كان في عنا انمناستيك رياكشن يعني كان عنا لو تايتر وبعدين صار عنا هاي تايتر، فممكن يصير هنا اكيوت ترانسفيوجن رياكشن في الانتيكيد في حالة الانمناستيك رياكشن. يعني ممكن يكون عندنا اكيوت واكسترا فاسكولار، يعني ممكن يكون عندنا انترا فاسكولار واكسترا فاسكولار، وهذه حاله استثنائيه. عشان هيك في المقابله لو انا كنت قدامك وحكيت لك قلت لك الانتي كيد اكسترا فاسكولار ولا انترا فاسكولار، حتقول لي اكسترا فاسكولار، حقول لك انت ممتاز جدا. عشان هيك بقول لك المقابل لو كان متمكن في التخصص انت يعني لازم تكون عبقري من الدرجة الاولى. اذا حقول لك لو كان في عنا حاجة اسمها anamnestic reaction، هل لو كان انتي كيد تفاعل مع الكيد انتيجين ممكن يصير عنا اكسترا فاسكولار ولا انترا فاسكولار؟ هنا بدك تكون ذكي جدا في انك في عملية انك في المقابلة او كيف تهرب من الاجابة. طيب هذا بالنسبة للضفي، وتكلمنا عليه زيادة عن اللزوم. الضفي ممكن يصير عندنا مال ضفي، ممكن اف واي اي يكون نيجاتيف والاف واي بي نيجاتيف، قلنا ممكن في الناس اللي عندهم ايش قلنا لك انه بيكونوا ايش بلاك. هل البلازموديوم فالسيبارم ممكن تعتمد على الاف واي بي والاف واي بي الاف واي اي والاف واي بي؟ لا، قلنا البلازموديوم في فاكس او نوز، حكيناها للمره المليون. يجيك في الامتحان يقول لك مريض لا يملك اف واي اي ولا يملك اف واي بي، هنا يكون مثلا ريزيستنس لمين؟ ريزيستنس لمين؟ بكتب لك في الامتحان عندك في فاكس فالسيبارم، تكون انت فاهم ان الفالسيبارم ملهاش دعوة في الايش في الضفي. الفالسيبارم ملهاش دعوة في الضفي. مين اللي له دعوة في الضفي؟ هن تنتين، وهي النولسي ويش والبيباكس. طيب هل ممكن يعني انت قلت لنا الحين بحاول انا اربط دربالك والمحاضرة اربط الكلام السابق بالحديث. الحين احنا قلنا سيد احمد قلت لي والله اذا مش موجود الكي انتجين في الكل بيعمل امراض، ممكن يعمل مشكله في المصل، ممكن يعمل مشكله في الكاردياك، ممكن مشكله في النيرفس، ممكن يعمل مشكله في الماكروفاج. طب لو كان الضفي ما مش موجود عندنا لا اف واي اي ولا اف واي بي ممكن يعمل مرض؟ لا،
اذا ممكن يكون نورمال ما فيش اي مشاكل. اذا المشكله كانت بس الكل في عدم الوجود. نيجي نتكلم على الانتيجين ام ان اس انتيجين. ام ان اس انتيجين ام انتيجين ان انتيجين اس انتيجين. هذولا الام ان اس انتيجين معروفه انه انتيجينات موجوده على مين؟ على الجلايكوفورين. الجلايكوفورين اي وجلايكوفورين بي. اذا انا لازم افهم انه جلايكوفورين يا جماعه تركيبه الار بي سيز الغشاء تبعها في عندنا جلايكوفورين اي وجلايكوفورين بي. يعني انا ما جبتش علم لحالي هذه تركيبه الار بي سيز. في جلايكوفورين، جلايكوفورين اي وجلايكوفورين بي، وهذه بتكون سيالو جلايكوبروتين يعني عليها السيليك اسيد، يعني هي المسؤوله عن نيجاتيفيتي الشارج تبعت الار بي سيز. يعني علم مش صعب او بهمنيش كثير في هاي القصه في بنك الدم، بس انت تكون يعني ايه شويه يعني يعني شويه معلومات في الهيماتولوجي. اذا انا شايفين انا بربط هيماتولوجي اميونولوجي مع بنك الدم ثلاث حاجات. اذا هنا انه هذه الام ان اس قاعده على مين؟ قاعده على جلايكوفورين اي وجلايكوفورين بي، يعني قاعده عليهم، قاعده على جلايكوفورين اي وجلايكوفورين بي. الام والان انتيجين هذولا موجودات على جلايكوفورين اي، والاس كابيتال والاس سمول على جلايكوفورين بي. اذا هذا لازم انا افهم انه جلايكوفورين اي وجلايكوفورين بي الام والان والاس هذولا له علاقه فيها انها قاعدات الانتيجينات على هذه ايش الجلايكوبروتين. طيب ايش بهمني كمان في الام ان اس؟ بهمني انه الام والان والاس انه الام من والان من نوع اي جي ام، من نوع اي جي ام من اسمه ام، واخذت الان بعد الام بيجي ان في اللغه الانجليزيه. اذا من نوع اي جي ام. اذا انا بدي افهم انه الانتي بودي تبع الام والانتي بادي تبع الان هو من نوع اي جي ام. طيب والاس كابيتال والاس سمول؟ والاس كابيتال والاس سمول من نوع اي جي جي. اذا انت في بنك الدم لازم تكون عارف هالمعلومتين هذولا، انه الانتي ام والانتي ان من نوع اي جي ام، والاس كابيتال والاس سمول من نوع اي جي جي. إذا مين الأكثر خطورة يمثل إنه في بنك الدم؟ هو الأس كابيتال والأس سمول هو الأكثر خطورة، ممكن يعمل لي ترانسفيوجن ريأكشن أو هيموليتيك ديزيز أوف فيت أوف أند نيوبورن، ممكن يعمل لي أكثر من الأم والأن. إذا معلوماتي لما أحكي أي جي أم ضرره أقل أخف، لكن لما أقول أي جي جي الضرر بيكون أكثر. طيب اذا هل كل الناس عندهم ام انتيجين وان انتيجين واس كابيتال واس سمول؟ لا مش كل الناس، هي في نسبه 78% و72 و55 و89. اذا ممكن يعني انا انقل ام انتيجين لمريض ما عندوش ام، يعني في ناس يعني موجوده بنسبه بس مش هالنسبه الكبيره. يعني إذا الأم أنتيجين موجودة عند ناس وممكن ما لقاهاش، لكن في نسبة فوق 50% يعني بشكل عام فوق 50% موجود الأم أنتيجين والأن أنتيجين والأس كابيتال والأس سمول. هذه لازم أنا أكون فاهم هذا الأمر. طيب شايفين إنه الأم والأن على جلايكوفورين A والأس، طيب الأس على جلايكوفورين B، تمام؟ زي ما قلنا جلايكوفورين A وجلايكوفورين، لما واحد يحكي لي شيء جلايكوفورين A وجلايكوفورين B قول له انه هذه تحتوي على السيليك اسيد وهي المسؤوله عن نيجاتيفيتي تشارج. يعني ايش نيجاتيفيتي تشارج؟ يعني الار بي سي هي نيجاتيفيتي تشارج نتيجه السيليك اسيد الموجود عليها. ها هي بوزيتيف؟ لا هي نيجاتيف، وبالتالي نتيجه السيليك اسيد الموجود عليها. استاذ احمد خايف بي عليه الصلاه، حرام. لا توكل على دكتور، خلينا نوقف. توكل على الله دكتور.
السلام عليكم. طيب احنا نعيد خفيفه عن الام ان اف عشان نمشي فيها. الانتي ام والانتي ان قلنا انه من نوع اي جي ام. طيب هل ممكن يكون من نوع اي جي جي؟ اه ممكن في نسبه، ما يسالنيش الواحد عنها لكن في نسبه. يعني الام الانتي ام والانتي ان هو بشكل عام جنرالي اي جي ام، لكن هل ممكن يكون اي جي جي؟ اه ممكن يكون اي جي جي. اه هين انا كاتب ممكن يكون اي جي جي، لكن مين القائد؟ الاي جي ام. هذه لازم انت برضو تكون فاهم. عشان هيك الانتي ام والانتي ان لما يكون من نوع اي جي ام not significant يعتبر cold cold alloantibody. ايش يعني cold alloantibody؟ يعني مثلا يعني انه يتفاعل مع درجة حرارة الغرفة او درجة حرارة الثلاجة العادية من 4 إلى 8. يعني مش مهم لجسمي. يعني انا لو واحد عنده انا جسمي مكون انتي ام وانتقلت لي ام انتيجين، اذا كان الانتي ام تبعي من نوع اي جي ام مش هالتأثير، مش هيأثر علي لانه لا يتفاعل معايا، لانه درجة حرارة الانسان الطبيعي 37، وبالتالي لا يحدث تفاعل بين الانتي ام والام. اذا لكن هل يا استاذ احمد ممكن انتي ام يتفاعل مع الام انتيجين؟ اه ممكن اذا كان الانتي ام من نوع اي جي جي. هينا بقولها للمره المليون، مش يقول لي واحد والله ادري في كتاب انه ممكن يصير ترانسفيوجن ريأكشن. انا قلت لك انا ممكن يكون معظمه اي جي ام، لكن اذا كان اي جي جي من نوع اي جي جي ممكن انتي ام ممكن يعمل ترانسفيوجن ريأكشن. عشان هيك هم بسموها كولد الو انتيبادي. يعني لو تروح تدور على كل الكتب حتلاقيها معظمها اي جي ام، حتى بسموها كولد الو انتيبادي، كولد الو انتيبادي الانتي ام والانتي ان. لكن هل في استثناءات؟ عشان هيك احنا بنقول في الكروس ماتشنج انت لازم تحط ال 37 انكوبيشن ثم سنتريفيكيشن. لكن الحين احنا يعني ممكن يكون مثلا واحد عنده متكون عنده المريض هذا متكون عنده انتي ام، وانا الوحده اللي بدي احضرها فيها ام انتيجين، عملت كروس ماتشنج. ركز معايا في هذه المعلومه، عملت كروس ماتشنج. ما معنى كل كروس ماتشنج؟ انا عملت انكيبيشن وعملت سنتريفيكيشن وطلع عندي كومباتبل، يعني ان هناك الانتي ام اللي عند المريض من نوع اي جي ام وليس له اهميه طبيه. لكن عند المريض هذا انتي ام وعند الوحده اللي حضرتها ام انتيجين وصار انكومباتبل، معناته ان الانتي ام هذه من نوع اي جي جي. اذا لا خلاف بيني وبينك وبين الاي اي بي بي، فيش خلاف. الاي اي بي بي بتقول لك انه معظم الام الانتي ام والانتي ان من نوع اي جي ام، لكن في استثناءات خفيفه ان يكون من ايش؟ نوع اي جي جي، من نوع ايش؟ اي جي جي، وبالتالي ممكن يصير رياكشن. ها في استثناءات بسيطه، لكن معظم الكتب الحديثه والقديمه بتقول لك انه من نوع اي جي ام وقليل انه يكون اي جي جي. عشان ما يقوليش واحد انه ممكن تعمل ترانسفيوجن ريأكشن، وضحت الصوره. طيب الام والان هذول انتيتيكال، يعني من نفس الجين، الجين تو اليل، يعني ممكن اخذ من امي ام وما اخذ من ابويا ام، وبالتالي ممكن ام وان يكونوا موجودين، ممكن يكون ام وان، ممكن يكون ان وان. ها يعني ممكن احتمالات في الوراثه موجوده انه هذول من نفس الجين. اذا انا اللي بدي افهمه في الام والان والاس والاس انه الاس والاس اس كابيتال واس سمول من نفس الجين، والان كابيتال والان كابيتال من نفس الجين. يعني ممكن اخذ من امي ام واخذ من ابوي ام، بتكون عندنا ام عادي مش مشكله.
كمان انا اللي بدي همني في بنك الدم، هي كمان مره بنركز عليها انه بيهمني في بنك الدم انه هدول لو انا عملتهم بالانزيم بصير لهم ديستركشن، ها اذا الدفي بصير له ديستركشن، الام والان لو انا عملتهم بالانزيم بصير لهم ديستركشن. هذه برضو معلومه لازم تكون انت عندك موجوده في بنك الدم. ايش كمان معلومات عن الام والان؟ الام والان انه هذولا لو كانوا هوموزايغوس، كيف يعني هوموزايغوس؟ هوموزايغوس يعني عندنا ام انتيجين وعندنا ان انتيجين، الاثنين موجودات، وانا اجيت بدي اعمل تفاعل لهم بالانتيبادي، بالانتيبادي حيكون التفاعل يا اما ويك يا اما ما فيش تفاعل. في حاله ايش؟ في حاله الهيتيروزايغوس، يعني موجود ام انتيجين وان انتيجين موجودات مع بعض في نفس الايش، في نفس الشيء موجودات. اذا الام والان اذا كان الموجودات فالتفاعل تبعهم مع الانتيبادي حيكون ويك او غير موجود، لكن لو كان هوموزايغوس يعني عندنا ام انتيجين فقط او ان انتيجين فقط وفعلت الانتي ان او الانتي ام فيكون التفاعل قوي جدا، بيكون التفاعل قوي جدا. هذه لازم انت تفهمها في بنك الدم عشان بكره لما نحل اسئله على البدل ما تقوليش يا استاذ احمد انا مش فاهم ايش اللي عملته، لا انا قاعد بحكي لك عن البيزك والطريق الى انه نعرف كيف عمليه انتي بادي ايدنتيفيكيشن، مش بكره انا اشرح وانت ما تفهمش، لا. اذا الكد الكد وهو الجي كي اي والجي كي بي رمزه، الدبي اب واي اي واب واي بي، والام والان هذا والاس كابيتال والاس سمول، هذول لازم تفهمهم لما يكونوا هوموزايغوس التفاعل بيكون حلو وواضح وكويس، لكن اذا كانوا هيتيروزايغوس فان التفاعل يكون ويك او يكون نيجاتيف، يعني مش موجود. هذه انت لازم تفهم هذا الامر. ايش معنات هيتيروزايغوس وهوموزايغوس؟ يعني مش موجود في الكتب، يمكن يمكن ما تلاقيهاش، لكن ممكن تلاقي دوسج افكت. ها ايش معنى دوسج افكت؟ يعني مثلا انت تروح وانت تقرا، انا ولا تعلمت خلاص من استاذ احمد بدي الحين ايش اشوف كيف الوضع. لما تسمع دوسج افكت يعني ان هناك هوموزايغوس وهيتيروزايغوس، هاي اللي قال عنها استاذ احمد، هاي دوسج افكت. اذا هوموزايغوس التفاعل قوي، واذا كان هيتيروزايغوس يكون التفاعل ضعيف. بهمني هذا في بنك الدم؟ بهمني. يعني مثلا لو كان واحد عنده اتكون انتي ام، كل حاجه مهمه، لو كان واحد عنده اتكون انتي ام، عنده انتي ام والوحده انا اجيت انقلها، اجيت انقلها ام كابيتال، فيها ام كابيتال وفيها ان كابيتال، يعني اثنين موجودات، لو اجينا التفاعل بتوقع التفاعل ايش حيكون؟ يمكن يطلع نيجاتيف. ولو كان الانتي ام من نوع اي جي جي اكلت واحد، اذا المريض انضر. اذا لازم يكون انا عندي، يكون عندي فكر كبير وعالي جدا في بنك الدم انا وين رايح. اذا هذا المفروض المعلومات تكون موجوده على الام والان. في عندنا اوتو انتي ان في الناس اللي بيوصلوا في عمليه الهيموداياليسيس، في عمليه الهيموداياليسيس بيستخدموا الفورمالين. احنا في قطاع غزه، اسف، فورمالدهايد في قطاع غزه احنا بنستخدموش الفورمالدهايد. انا سالتهم، رحت لتعيين الكلى قلت لهم تستخدموها؟ قال لا. هذه بيستخدموها وين؟ في لمرضى ايش؟ لمرضى الكلى. هذه الفورمالدهايد تملك انتيجينات مشابهة للأم، وبالتالي ممكن مريض الكلى يتكون عنده اوتو انتي ان. يعني هذه المعلومة نادر جدا، يعني موجودة في الكتب بس ما شفتهاش حصلت على ارض الواقع. طيب الاس كابيتال والاس سمول، هذا من نوع اي جي جي،
هل ممكن يعمل ترانسفيوجن اكشن يعني يقول لي اي جي ام؟ لا، الاسكر قالوا الاس سمول من نوع اي جي جي، لا فيش مفاوضات، تمام، من نوع اي جي جي وبيعمل ترانسفيوجن اكشن وممكن يعمل مشاكل كثيره وهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. هذه بالنسبه للاس كابيتال والاس سمول. نيجي نتكلم على اللوتران بلاد جروب، من اسمه لوتران، ال يو. ال يو اي نيجاتيف وال يو بي بوزيتيف، هذا اكثر شيوعا 92%. احنا كنا نقول في الضفي وفي الكد انه الاف واي اي والاف اي والاف واي بي هن التنتين اكثر شيوعا، هنا اكثر شيوعا لوتران بي انتجن، اكثر شيء موجود عند الناس 92%. هذا لازم تكون معلومه، برضه عندي معلومه هذه موجود. كودومينانت، ايش يعني كودومينانت؟ يعني ال يو اي يعبر عن نفسه، ال يو بي يعبر عن نفسه. انا سالت في المقابله بقول لواحد ايش الفرق بين الكودومينانت والدومينانت؟ هذه مشكله اذا انت مش فاهم معلومات من اولى ثانوي وثانيه ثانوي. كودومينانت يعني انه كل واحد بيعبر عن نفسه، الـ يو اي تعبر عن نفسها، الـ يو بي تعبر عن نفسها، مش زي الدومينانت يعني انه الـ يو اي هو اللي مسيطر على الـ يو بي، لا، تمام. طيب ايش معنات انه ممكن الاقي لوتران اي نيجاتيف؟ ممكن، وهذه حاله نادره جدا. ايش بهمني في اللوتران؟ اللوتران هنا الانتي بادي تبعه من نوع اي جي ام، الانتي بادي من نوع اي جي ام. طب مين هذا؟ الانتي لوتران اي. اذا في عندي انتي بادي اثنين، انتي لوتران اي وانتي لوتران بي. الانتي لوتران اي من نوع اي جي ام ونط كلينيكال سيجنيفيكانت، تمام، يعني ليس له اهميه طبيه. انتي لوتران بي هذا هو بيكون من نوع اي جي جي، وبالتالي ممكن يعمل هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن، او ممكن يعمل ترانسفيوجن رياكشن. اذا مين اكثر شيوعا؟ الاكثر شيوعا انه ال يو بي هو اكثر انتيجينات هو اللي موجود عندي. الانتي ال يو اي من نوع اي جي ام وليس له اهميه طبيه. اذا احنا بنهتم في ايش؟ في الانتي لوتران بي، بنهتم في الانتي لوتران بي هو اللي بيعمل المشاكل. لقوا انه الناس اللي ما عندهم مش لوتران عندهم ال يو 3 انتي ال يو 3، وبالتالي لما انا بدي انقل وحدات دم لازم ايش؟ انقل لوتران اي، فيش فيها انتي لوتران اي ولا بي. لما ليش؟ لانه بكون في عنده ايش؟ انتي بادي، وممكن يتفاعل يعمل لي قصص ومشاكل، لانه احنا قلنا الانتي لوتران بي من نوع اي جي جي ممكن يصير رياكشن بسهوله. اللوتران انتيجين برضه دونت شو ديفيج، كيف يعني؟ انه فيش عندي حاجه اسمها انه من نفس الجين لوتران اي ولوتران بي، لا، هنا فيش، هنا ما فيش عندي شو ديفيج، يعني تقول ليش انه هيتيروزايغوس او هوموزايغوس، لا، هنا فيش في اللوتران. شغلة مهمة جدا انه لا يتأثر بالانزيمات، لا بتأثر بالبابل ولا بالبايسل، لكن يدمر بالدي تي تي، والدي تي تي معناتها داي ثايوكريتور. احنا قلنا انه الدي تي تي يدمر اثنين، احفظوهم زي اساميكم، اللوتران والكل، اللوتران والكل يدمرا بواسطة الدي تي تي. طيب انا معلم بالاحمر انه الناس اللي عندهم انتي ال يو بي انتي بادي بيكون عندهم ميكس فيلد رياكشن. هل هذا بهمني؟ بهمني. مثلا
واحد عنده انتي لوتران بي، عملنا له اندايركت كومس تيست، يعني عملنا له سكرينينج تيست طلع بوزيتيف، عملنا له البانل تيست. رحت انت تطلع في البانل تيست، طبعا ان شاء الله هنحكي فيه شوي شوي، هنمشي تدريجي درجه درجه، هنلاقي في ال 11 سيلز بنلاقي ثلاثه مثلا سيلز منهم بنلاقي ميكست فيلد. كيف يعني ميكست فيلد؟ بنلاقي مثلا في الجل فوق في تفاعل فوق، وتحت بنلاقي في ار بي سيز تحت، هاي ميكست فيلد، يعني موجود في التوب في خط ار بي سيز وفي البوتوم في خط ار بي سيز، هاي بسميها ميكست فيلد. اذا لقيت في البارل تيست انه في سيلز هنلاقي فيها ميكس فيت، اعرف انه هذا انتي لوتران انتي بادي، انتي لوتران بي. دغري انا ممكن اكشف لك اياها، يعني زي ما بيقولوا نشد كلام، يعني الواحد يعني اذا كنت انت يعني متمكن من بنك الدم وعارف انت مواكب لمستجدات البحث المخبري، هتلاقي انك تقول والله اول ما تشوفه انه يطلع البانل ميكست فيلد ايش هتقول؟ هذا انتي ليوترا، احتمال انتي ليوتران بي. ليش؟ لانه انت بتكون فاهم مين الانتي بادي اللي بيعمل ميكست فيلد في البانل تيست. متذكرين لما انا قلت لكم في الاي او جروب انه بيعمل ميكست فيلد؟ هاي هذه عندك معلومه للاي 3. وقلت لك مين الانتي بادي اللي بيعمل ميكست فيلد؟ الانتي لوتران بي بيعمل ميكست فيلد في البانل تيست، عشان لو اجاك سؤال انت تكون عارف هو هذا بالنسبه لنا اللوتران انتيجن. نتكلم عن اللويس سيستم. اللويس سيستم، لويس في عندنا انه نرجع للخلف في اول محاضره احنا اعطيناها وقلنا لكم انه في عندنا في الدم تبعنا في حاجه اسمها تايب 1 سكريشن والتايب 2 سكريشن، وقلت لكم انه التايب 1 هذا ممكن انه يصير عليه الشغل ويتكون عندنا الاكس سبستريت. حكيت المعلومه هذه، ارجع الى الخلف. اذا بالتايب 1 هذا انه انا لو حطيت عليه فيوكوز سكر، يعني فيوكوز بتكون عندنا اكس سبستانس. ومين اللي بيشتغل عليه؟ اللي بيشتغل عليه كان فيوكوزايل ترانسفيرز 2، عشان يضيف الايش؟ الفيوكوز الى وين؟ الى التايب 1. لكن في لويس، خليك ركز معايا شوي لانها بتلخبط. اللويس انه التايب 1 لقينا في حاجه اسمها الالجي جين بيطلع الفيوكوزايل ترانسفيريز 3 وهو جديد. هذا احنا كنا نقول فيوكوزايل ترانسفيريز 2 1، هنا فيوكوزايل ترانسفيريز 3. ايش بيعمل هذا؟ هذا بيحول لي التايب 1 هذا الى ايش؟ الى لويس، الى لويس اي انتيجن. اذا فيوكوزايل ترانسفيريز 3 بيكون لي لويس اي. من وين؟ من التايب 1 سكريشن. طيب اذا تكون عندنا الاي انتيجن، اذا انا بدي اكون يا جماعه واعي ان فيوكوزايل ترانسفيريز 3 ضاف لي الفيوكوزايل على وين؟ على التايب 1 سكريشن، فتكون عندي لويس اي. لكن في الاي بي او سيستم كان يشتغل هذا عليها الفيوكوزايل ترانسفيريز 2 ويحط الفيوكوزايل ويكون لي اكس سبستانس. اذا ايش فائده كل انزيم؟
الانزيم البيتوزايت ترانسفيرينز 3 كون لي لويس اي، بينما البيتوزايت ترانسفيرينز 2 كون لي اتش سبستانس. اذا لويس اي تكون عندي. بعد فترة من الزمن اللويس A حيتحول إلى لويس B عن طريق مين؟ الـ SE gene اللي بطلع لي إنزيم اسمه فيكوزايل ترانسبيريز 2 اللي بيحول لي اللويس A إلى لويس B. إذا لو أنا كنت بدرس بنك دم، لو أنا كنت بدرس، أنا بسألهاش في المقابلة، هذه مش شيء، هذا بالأمانة يعني لو أنا كنت في المقابلة عمري ما سألت هذا في المقابلة، لأنه حرام شرعا لو أنا أسأله في المقابلة، لا هذا أنا بسأله لامتحان. لو أنا كنت بدرس بنك دم، لو أنا كنت بدرس بنك دم في جامعة من الجامعات بكون خبيث في الأسئلة في هيك، لكن في المقابلة الشخصية أنا ما بسأل أقول لك إيش فائدة في كوزايل ترانسفيريز 3 وفي كوزايل ترانسفيريز 2، لكن انت كمعلومه تفهمها، ما في شيء بالامتحان هذا الكلام، لانه هذا للامانه هذا بس فقط انك تفهم انت وين رايح بس فقط. انه لو انا سالت بالسؤال في الامتحان تاع الجامعه ايش فائده الفوكوزايل ترانسفيريز 2 من خلال دراستك في بنك الدم، ايش فائده الفوكوزايل ترانسفيريز 2؟ طبعا انت هتقول لي ان الفيكوزايل ترانسفيريز 2 له وظيفتين، وظيفه في الاي بي او سيستم انه بيشتغل على التايب 1 سكريشن بكون لي الاتش سبستانس، وكمان في اللويس سيستم انه بيحول لي لويس اي للويس بي. ممتاز جدا، هذا بالنسبه للشريحه هذه. طيب احنا قلنا انه اللويس اصلا الطفل هو الجنين هو في بطن في 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 بطن امه ما بيكون لويس A ولويس B، هذول بيكون مش موجودات نيجاتيف، بيكون ايش نيجاتيف، وبالتالي عمليه الهيموليتيك ديسيز اوف بيتس اند نيو بورن يعني لا تذكر ونوت ريبورتد ان ريسيرش، يعني مش موجودة ولا واحد قال انه لويس عمل انت لويس عملت هوموليتك ديسيز اوف نيوبورن، يعني النيونيتال يعني مش موجود. لكن عندما يولد الطفل بعد 10 ايام من الولادة ممكن يتكون عندنا لويس A. منطقيا انا تو شرحت انه لويس A ممكن يتكون اول اشي بعد 10 ايام من الولادة، لكن ممكن في سنة من السنين انه تلاقي ترانسشنال فينوتايب، يعني تلاقي لويس A ولويس B مع بعض، لكن بعد 6 إلى 7 سنين حتلاقي لويس B هو المسيطر. اذا ايش فهمت من الشريحة هذه او عن لويس؟ فهمت عن لويس انه لما يكون الجنين في بطن امه فيش حاجة اسمها لويس، لكن انه لويس A بعد 10 ايام من الولادة بيكون تكون، ممكن تكون لويس A ولويس B بين 10 ايام والست سنين، ممكن لاقي لويس A ولويس B، لكن بعد 6 إلى 7 سنوات هنلاقي انه لويس B انتجن هو اللي مسيطر، مش موجودة حاجة اسمها لويس A. طيب هذا التكوين هذا وين بيكون موجود؟ هذا بيكون موجود في السكريشن، بيكون موجود في السكريشن في البلازما، ما بيكونش موجود هذا التكوين على الار بي سيز، لكن ممكن يصير عمليه ابزوربشن لهذه الانتيجينات على الار بي سيز. سؤالي هل هذا انه اللويس اي انتيجين واللويس بي انتيجين بكل موجودات على الار بي سيز؟ هاي سؤالي في المقابله ممكن يكون. انت بدك تقول لي انه التكوين تبعهم هذا في البلازما في السكريشن مش موجود على الار بي سيز، لكن استاذ احمد ممكن يصير عمليه ابزوربشن له على الار بي سيز. تكون كلامك واضح وانسان متمكن في بنك الدم ويعتمد عليه مستقبلا، هذا ايش؟ طيب هل هذا بهمني في بنك الدم يا استاذ احمد؟ انت جايب لنا علم وجاي توهنا فيه. بهمني في بنك الدم، يعني لا قدر الله
واحد اتكون عنده انتي لويس، انتي لويس. ممكن انه لو كان هذا المريض عنده انتي لويس واجلنا لقلنا له لويس بي، هل ممكن يصير التفاعل؟ بقول لك انه التفاعل يعني تقريبا فوق 95% حيكون ضعيف جدا. ليش؟ لانه انا حكيت لك انه لويس بي انتيجين في السكريشن، وبالتالي الانتي بودي حيروح يتفاعل مع الانتيجين في السكريشن ويصير له عمليه نيوترلايزيشن، وبالتالي ايش؟ ما بيحدثش اي ترانسفيوجن رياكشن. اذا عمليه ترانسفيوجن رياكشن في لويس سيستم قليلة جدا وكاد لا تذكر، لانه اللويس انتيجين موجود في البلازما او في السكريشن، وبالتالي يصير لها نيوتراليزيشن. طيب هل ممكن يصير هيموليتيك ديزيز اوف نيورون؟ لا قلنا، لانه قلنا هيموليتيك ديزيز اوف نيورون اصلا الانتيجينات لا تذكر، وحتى ولو كانت موجوده بتكون موجوده في السكريشن، وبالتالي يصير نيوتراليزيشن. إيش؟ إذا لويس أنا هذا فهمته إيش قصة لويس. لويس أنتيجين من نوع IgM. إحنا قلنا في الأوتران في أنتي لويس، أنتي الأوتران A من نوع IgM، وأنتي الأوتران B من نوع IgG، واللي بنهتم فيه أنتي الأوتران B نهتم نعمل له أهمية طبية، تمام؟ لكن في اللويس انتي بودي هو من نوع اي جي ام. سم تايم ار اي جي جي، هاي كتب لك انا سم تايم، مش راح تقول لي يا عمي فيش حاجه مسلمات في بنك الدم، يعني اقول لك خلاص من نوع اي جي ام. انا قلت لك انتي ام والانتي ان من نوع اي جي ام، لكن هل ممكن سم تايم ار اي جي جي؟ ممكن، ممكن كل شيء ممكن في بنك الدم. علشان هيك احنا لما نيجي نحضر الدم يا اخي طلقش تقول لي انتي ام وانتي ان ليس لها اهميه طبيه وانقل وحده الدم، لا، ممكن يكون اي جي جي ونقعد واحده اثنتين، وانت هيك تتحمل مسؤوليه عند رب العالمين قبل ان يسالك البني ادم، تمام؟ اذا معناته انه اللويس انتي بادي من نوع اي جي ام، لكن ممكن يكون من نوع اي جي جي. ممكن. طيب انزايم انهانسمنت اكتيفيتي، يعني لو انا حطيت انزايم وجبت السي بي سي وحطيت عليها انزيم لويس بوضح بصير له اكسبريشن كويس، بصير له اكسبريشن كويس. انزيم لويس احنا حكينا لكم انه لويس لما نتعامل معاه بالانزيم بصير ايش؟ هاي اكسبريشن، انتيجينات بتكون حلوه وواضحه، بتلاقي تفاعل قوي. طيب اكثر شيء شيوعا الانتي لويس اي، اكثر شيوعا الانتي لويس اي اكثر شيوعا من انتي لويس بي. طيب هاي اللويس انتيجين، اللويس انتيجين هذا لو انا مثلا طبعا انا بشتغل في الانفيترو، انفيترو يعني في الخارج، انا اشتغلت عينه مثلا مريض عنده انتي لويس، انتي لويس اي، تمام؟ واجينا بدنا نعمل له، مش عارف انا عنده انتي لويس ايه، انا مش عارف عنده انتي لويس ايه، فاجيت ايش بدي اعمل ايش له اندايركت كونستس، طلع بوزيتيف، تمام؟ طلع بوزيتيف، اجينا نعمل بانل تيست، اطلع على البانل تيست الاقي انه في ثلاث خلايا او خليتين. هو احنا البانل تيست ان شاء الله بنوريكم اياها، يا رب يكون تعين الضغطه يعملوا لنا اياها احنا ان شاء الله يا رب. يكون مثلا تو سيلز في هيموليتيك، في هيموليتيك. طب العينه يعني مثلا انا عندي صفرة وكويسه البلازما وواضحه وكويسه، كيف وين اجت الهيموليتيك؟ لازم تعرف انت انه انتي لويس ايه بيعمل في الانفيترو هيموليسيس، بعمل هيموليسيس. ليش؟ لانه الانتي لويس انا حكيت لك انه من نوع اي جي ام، فبقى ممكن يعمل عمليه
فيكسيشن للكومبلمنت ويعمل ديستراكشن للار بي سيز. مش في كومبلمنت في البلازما، مش بكون في عينه السيرم في كومبلمنت، وبالتالي بيعمل ديستراكشن للار بي سيز، وبالتالي حتكون ايش ديستراكشن. اذا ايش اللي انا استفدت من هذه المعلومات؟ انه انا لما اجي اعمل بانل تيست، اذا لقيت عينتي البانل انه لقيت فيه هيموليسيس، معناته هذا انتي لويس. انتي لويس ايه؟ اذا لقيت ميكست فيه انتي لوتران، انكشف عندي انتي لوتران ميكست فيه. لو كان عندي هيموليسيس انتي لويس. هذه تكون المعلومات تكون عندك انت كايش تشتغل في بنك الدم. هذا احنا حكيناه، اللي انا بقلب عليه بسرعه بكون احنا حكيناه يعني عشان مش نكرره. طيب في عندي انتي لويس بي اتش، اذا احنا قلنا عندنا انتي لويس ايه انتي لويس بي، والاكثر شيوعا انتي لويس ايه، ممكن يكون نوع اي جي ام اكثر شيء، ولكن ممكن يكون اي جي جي. انتي لويس بي اتش ايش يعني بي اتش؟ متذكرين اخوه في العراق واخوه لي في ليبيا حكوا معايا قالوا لي يا استاذ احمد في عندنا انتي سي كابيتال اي كابيتال دي كابيتال، صح؟ انحكى الكلام هذا ايه؟ اذا ممكن من وين كشفوا العلماء هذا الامر؟ هذا الكلام كشفوه انه لقوا انه في عندنا انتي بادي كومبلكس ممكن يكون، وبالتالي لما لقوا انه في كومبلكس صار يصنعوا برا حاجات كومبلكس، زي مين مثلا؟ انتي اي بي مثلا، صار صنعوا 50% A و 50% B، أنتي A و أنتي B صنعوها. وبعدين حكى الأخ ومن ليبيا تقريبا إنه قال لي في أنتي C كابيتال E كابيتال D كابيتال بيستخدموا لها الار اتش نيجاتيف، وبالتالي إنه الكومبلكس هذا من وين جابوه؟ تعال شوف معايا من وين جابوه، عشان نقول للإخوة الليبيين والإخوة العراقيين إنه كلامكم صحيح. انه في عندنا انتي لويس بي اتش ايش يعني؟ يعني في عندنا انتي لويس بي وعندنا انتي لويس ايش اتش، عندنا انتي لويس اتش، تمام؟ اذا عندنا انتي لويس بي وانتي اتش اس يعني مع بعض، البي والاتش يعني بتفاعل مع الخليه التي تحتوي على بي انتيجين واتش انتيجين، تمام؟ اذا بي انتجن واتش انتجن. طيب مين الخليه اللي بتحتوي ممكن تحتوي على البي والاتش؟ وهي فصيله او وفصيله اي 2. وهل هذا ممكن يعمل مشاكل؟ ممكن يعمل مشاكل ومصايب. انتي لويس بي اتش يعني مثلا واحد فصيلته ايه، ركز معايا في المعلومة، واحد فصيلته A يعني A1 مش A2، أنا حديث لما أحكي A يعني A1، A فصيلته A وعنده أنتي لويس بي اتش، فأنا حضرت وحدة دم له A طلعت incompatible، فايش احنا رحنا نشوف ايش المشكله، بدنا نحدد وين المشكله. لقينا انه المشكله انه هذا المريض في عنده انتي لويس بي اتش، يعني يتفاعل مع البي انتيجين لويس بي ومع الاتش انتيجين، وهذا موجود في الاي 2. الوحده اللي حضرتها انا كانت اي 2، فعشان هيك انا لازم احضر له من فصيله A1، من A1 ل A1. ولو حضرت انا له O حيطلع incompatible، عشان هيك المصايب. في واحد ايش بيقول لي؟ انا ممكن انقل O مريض فصيلته O ل A، ممكن صح ال O معطي عام، ماشي انا معاك ممكن تقي او، لكن بتضمن انه ما يكونش عنده لويس انتي لويس بي اتش؟ هي المشكله.
عشان هيك احنا الله بسترها معنا، يعني عايشين على البركات. اذا لازم افهم انه في حاجة اسمها انتي لويس بي اتش، هذا الكومبلكس ممكن يتفاعل لي مع الار بي سيز التي تحتوي على بي انتيجين واتش انتيجين. طيب استاذ احمد لو انا معلش دكتور سمحني على المقاطعة بس بدي اسألك، الانتي لويس بي اتش بيشتغلوا عليها في عنا في غزة؟ بعرفوهاش. لا يعني على البركة هيك، على البركة. طيب تمام. طب دكتور هاي كيف بيتم فحصها، هذه في البانل تيست برضو ولا كيف؟ والله هاي انت كيف مثلا انت بتجيب مثلا السيرم تبع المريض او البلازما تبع المريض، تمام، وبتفعلها مع البي انتج البي لوس لوس يعني لوس بي مثلا، بيكون هذه مثلا انت عرفت انه هذا الار بي سيز مثلا بتجيب او، انا يعني انت سهل لك اياها، هي مش موجود في الكتب هذا بس انا كاجتهاد مني يعني ممكن كيف نحلها. يعني مثلا انا بجيب او، يا ريت دكتور بعد ما تشرح لنا اياها هذه الطريقه العمليه، يا ريت يا ريت تبعث لي اياها لو مكتوبه، يا ريت ان شاء الله اذا ما فيهاش تدقيق عليه. يعني مثلا ان شاء الله خير باذن الله تعالى. الحين انا بجيب او او انتجن، الاو او فصيله او يعني فصيله، الحين انا ضمنت انه عليها اتش، صح ولا لا؟ تمام، هاي ضمنت اتش، بروح اجيب انتي لويس بي لحاله، انتي لويس بي لحاله، وبروح افعلها مع الاو هذه، اذا طلعت بوزيتيف معناته عليها بي كمان، اذا انا ضمنت انه عليها بي وعليها ايش؟ اتش، فبروح اجيب سيره من المريض وبروح افعلها مع مين؟ مع الاوسل هذه، فاذا طلعت بوزيتيف معناته انه هذا المريض عنده انتي لويس بي اتش، وبالتالي هذا انا مستحيل اعطيه او. وين المشكله بتكمن؟ بتكمن المشكله، هي المشكله الخطيره وين بتكمن؟ انت ممكن بتحط الكروس ماتشنج وتنكشف من استاذ احمد، ممكن تنكشف حيطلع انكومباتبل، تمام؟ لكن انا مثلا واحد عندي ايرجنت ورحت اعطيته او بدون كروس ماتش، رحت اعطيته او ونقلت ما فيش عندي ايه واعطيته او وصار معاه رياكشن، هذه هي هنا المصيبه، بس فقط هنا المصيبه. عشان هيك مش كل حاجه ايش ممكن احنا ممكن نفحصها، ممكن نفحصها انا في غزه ب احنا شوف العمل هذا اللي احنا بنعملها معكم ان شاء الله يا رب يكون في توصيات، يعني انه يا جماعه جيبوا لنا انتي كذا وانتي كذا، يعني صعب انت يا شوف بدي اقول لك حاجه واحده، صعب انك انت تفاوض على انتيبادي تمام كومبلكس وما عندهمش درايه فيه، فلازم انت تحكي اول شيء لهم انه يا جماعه لازم يكون في عندنا كذا وعندنا كذا. احنا دكاترتنا في الجامعه يا استاذ احمد ما علمونا، معلش هم علمونا بيزك لكن ما علمونا في حاجات مشاكل في بنك الدم بتواجهنا كثير، المفروض يعني الان احنا بدورنا نكمل مشوار اللي علمونا، اللي علمونا كثر الف خيرهم خلاص وصلوك للباب، انت كمل المشوار ان شاء الله يا رب يكون يعني قدام يكون في ورشات عمل اكثر وتوعيه اكثر لبنك الدم ويكون في دورات والامور تفتح في غزه والامور تمشي، يكون مثلا تعامل مع مصر، التعامل مع العراق، التعامل مع اخوه دكتور معلش انا بديش اقطع وقت المحاضره، بس ايش رايك دكتور نعمل ورشه عمل اونلاين وانا ادمج ورشه العمل الو سمعني؟ لا انا قطع الصوت ما سمعتش ولا حاجه. بقول ايش رايك انا اعمل
الو الو ما سمعتش والله ولا حاجه شاف شو القصه الظاهر بنتناقش فيها بعدين خلاص لانه انا مش سامع ولا حاجه والله. طيب حلوه المزه هذه. طيب لا والله انا سامع اقسم بالله اقسم بالله انا سامع. سامعني الان؟ اه سامع. انا ما لما تحكي الصوت بروح. طب خلاص خلاص تبقى كمل كمل خلاص كمل كمل بعدين. لما انت تحكي اي صوت غلط لما تحكي مش عارف بروح كيف مش عارف. الان صوتي هيك واضح؟ اه انت لما تقول لي صوت واضح واضح لما تحكي بروح الصوت. طيب ركز معي الصوت الان واضح كويس صح؟ تمام. بقول يا دكتور يعني تعمل كبيره على مستوى الوطن العربي. انسق لك مع دكاتره في بنك الدم في مصر ودكاتره في بنك الدم في العراق وليبيا والى اخره. يعني انسق معهم انا والزملاء اللي معاي من العراق. ما فيش مشكله ان شاء الله. خليها بس كيف يعني خلينا نمشي شويه ويرتبوا الامور ويصير عندهم وعي الشباب هيك ان شاء الله ويصيروا يعني ينافسوا وما فيش مشكله. خلاص يبقى احنا بس نخلص ان شاء الله الدوره او نمشي فيها شويه نتفق وتكون ورشه عمل انت رئيسها وسيدها يعني دكتور. انت البركه فيك الله يعطيك الصحه والعافيه. نكمل؟ توكل على الله وسامحني على المقاطعه. نكمل؟ طيب انا انت البركه. في عندنا انتيجين في عندنا البي بلاد جروب سيستم. البلاد جروب سيستم معروفة انه في عندنا ثلاث انتيجينات لازم نكون احنا عارفينها. في عندنا بي 1 وبي كي وفي عندنا بي سمول. تمام؟ اذا في عندنا بي سمول وبي 1 وبي كي هذه الانتيجينات موجودة. والبي وعندنا البي كي بيكونوا هاي فريكوانسي. هذه الانتيجينات هاي فريكوانسي يعني معظم الناس عندهم بي وعندهم بي كي. ايش يعني؟ اكثر من 99% بيقول لي الناس اللي عندهم ايش؟ بي وبي كي، يعني بي 1 قليل عند الناس. ايش بهمني؟ في عندنا اكثر من فينوتايب في البي سيستم هذا. في عندنا بي 2 فينوتايب يعني اذا ما اسمع انه واحد بيقول لي بي 2 فينوتايب وبي 1 فينوتايب هذه يعني للعلم. بس انا بقول لك ايش بدك اخر شيء تستفيد. لما اجت مثلا تبدا على البي سيستم بتدي جروب تعرف انه بي 2 فينوتايب ايش فيها؟ ايش الانتيجينات اللي بتكون موجوده فيها؟ في عندنا البي والبي كي. يعني في البي 2 فيش فيها بي 1 انتيجين. هاي بدك تفهمها زي بي 1 فينوتايب فيها البي 1 والبي والبي كي يعني موجود فيها الثلاثة. طيب البي سمول هذه لما تكون بي 1 هذه بي 1 لحالها لكن تقول بي لحالها بدون أي حاجة فينوتايب يعني مش موجود لا فيها بي 1 ولا بي ولا بي ولا بي كي. إذا ثلاث أنتيجينات معروفة بالبي. في عندنا بي لحالها وبي 1 وبي كي هذا لازم تفهمها. لما اقول لك بي 2 يعني ايش فيها بي 1؟ بي 1 فيها كل حاجه. لما اقول بي فينوتايب يعني ايش فيها؟ اي شيء. طيب ايش الانتي بادي الموجود؟ في عندنا الو انتي بي 1 هذا موجود من نوع اي جي ام وبكون في الناس اللي بيكونوا بي 2 فينوتايب. انا حكيت لك انه البي 2 فينوتايب فيش فيها بي 1 واحنا حسب لاندشتينر بيقول اذا كان موجود الانتيجين فان الانتي بادي غير موجود. هنا في عندنا قال له انتي بي 1
وين هذا بيكون موجود؟ في اي فينوتايب؟ في البي 2 فينوتايب منطقيا. طيب قال له انتي بي 1 هذا من نوع ايش؟ من نوع اي جي ام، بس ممكن يكون من نوع اي جي جي. اه ممكن، هاي ريرلي من نوع اي جي جي، عشان اذا فيش حاجه مسلمات في بنك الدم، ممكن يكون الاي جي ام صح الاغلب، وفي شويه اي جي جي اه ممكن. في عندنا حاجه اسمها اوتو انتي بي، وهذا بنلاقيه ايش في مرض الباروكسيسيمال كولد هيموجلوبين يوريا. اذا لو واحد سالني قال لي الاوتو انتي بي وين بلاقيه موجود؟ في الباروكسيسيمال كولد هيموجلوبين يوريا. ايش يعني؟ انه هنا بيكون عندنا اي جي جي باي فيزيك، وقلنا لكم قبل هيك دعين شرحتها كمان مرة، ما معنى انه باروكسيتيمال كولد هيموجلوبين يوريا؟ اللي مش عارف ويحكي لي ويناقشني فيه بعد هيك، انه الاي جي جي باي فيزيك. ايش يعني باي فيزيك؟ يعني باي فيزيك انه بترتبط مع البي انتيجين عند اطراف الجسم، عند اطراف الجسم الاي جي جي بيرتبط عند اطراف الجسم مع مين؟ الاوتو انتي بي بيرتبط مع البي انتيجين. فبروح يرتبط ايش مع البي انتيجين في الاطراف. اذا ارتبط عندنا الاوتو انتي بي اللي من نوع اي جي جي ارتبط مع مين؟ ارتبط مع البي انتيجين في الاطراف. انتوا عارفين انه الدم تبعنا كونتينيوس بتوقفش، وبالتالي حيروح على السيركوليشن. لما يروح على السيركوليشن انه هذا الاي جي جي حكيت لك انه ارتبط في الاطراف، يعني في بروده ابرد من السيركوليشن، وبالتالي حيعمل تحفيز للكومبلمنت. ولما يعمل تحفيز للكومبلمنت في السيركوليشن، اذا ايش الحاجه الغريبه هنا؟ انه اي جي جي عمل ستيميوليشن للكومبلمنت، وهذا شيء غريب. لا مش غريب، انه احتمال هذا الاي جي جي يكون من اي جي 1 او اي جي 3 تمام، ويعمل تحفيز للكومبلمنت. معروفه انه هذا الاي جي جي ارتبط وين؟ في منطقه الاطراف. راح على السيركوليشن عمل تحفيز للكومبلمنت، الحين الحرارة تبعته غير متناسبة مع الارتباط، فانفك الاي جي جي عن الار بي سيز، يعني الاوتو ار تي بي انفك في السيركوليشن. ضل مين موجود؟ ضل موجود الكومبلمنت. ضل موجود مين؟ الكومبلمنت. وبالتالي يحصل هناك ايش؟ كاسكيد للكلاسيكال باث واي بالكومبلمنت، وبصير عندنا ممبرين اتاك كومبلكس، وبالتالي يحصل انترا فاسكولار هيموليسيس. اذا هذا الان اوتو انتي بي له اسم ثاني اسمه دونت انتي بودي، دونت انتي بودي او دونت لاندشتينر انتي بودي. اذا اوتو انتي بي موجود في حاله يجيك سؤال في الامتحان في التحريري، ممكن يجيك سؤال انه الاوتو انتي بي بيكون في اي حاله بيكون موجود؟ بيكون موجود في حاله الباروكسيسيمال كولد هيموجلوبين يوريا، واكيد انتوا اخذتوا هيماتولوجي وعارفين هذا المرض. طيب هل ممكن يكون موجود عندنا انتي بي بي 1 بي كي؟ يعني كومبلكس يا استاذ احمد، هاي كمان مره، هاي كمان كومبلكس. اذا بيكون عندي انتي بي بي 1 بي كي، يعني ثلاث انتي جينات الانتي بودي تبعهم موجود، يعني هذا ممنوع ياخذ اي بي انتيجين من الثلاثه، ياخذ لازم انا اشيك على هذا المريض واعمل له فينوتايبنج واتاكد انه مش موجود عنده لا بي ولا بي 1 ولا بي كي، عشان ايش؟ عشان ما يصيرش رياكشن.
في واحد بيقول لي يا استاذ احمد ما هو من نوع اي جي ام، ما انا قلت لك ممكن يكون اي جي جي ويصير التفاعل. قلت لكم فيش حاجه اسمها يعني 100% في بنك الدم. اصحى تامن، حتى انا قاعد بقول لك في الكروس ماتشنج ما تامن لزميلك تقول له انا بدي اكمل عنك، انت بس حضر شويه سسبنشن. لا يا اخي، ما تامن لاخوك ولا حتى لصديقك، انت ابدا من اول لحديث ما تنتهي. هاي بنك الدم، عشان هيك قاعد بقول لك انتي بي بي 1 بي كي ممنوع ياخذ لا بي انتيجين ولا بي 1 انتيجين ولا بي كي انتيجين، ممنوع. وهذه حاله نادره جدا، يا ويل عليه، ويل الوحده اللي بدها تكون خاليه من البي والبي 1 والبي كي انتيجين، يعني هتكون اموره صعبه شوي. طيب البي بلاد جروب سيستم برضه ممكن يصير عندنا هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، ممكن يكون عندنا مشاكل في، يكون عندنا هي زي ما احنا شايفين، ممكن يكون عندنا كول اجلوتينيشن، وممكن يصير عندنا ديستراكشن للار بي سيز داخل جسم الانسان. يعني انت ممكن في الانفيترو تكشف يكون عندنا اجلوتينيشن، تجيك العينه سي بي سي فيها اجلوتينيشن، يعني في ترسبات. هاي الترسبات ممكن تجيك عينه الايديتر فيها ترسبات وتشوف الاجلوتينيشن واضح، لكن في داخل الجسم ممكن يصير انترافاسيكولار ويصير تكسر، لانه في عندنا كاسكيت او ممبرين اتاك كومبلكس، لانه بيصير تحفيز للكومبلكس. نتكلم عن مين؟ عن الاي انتيجين والاي سمول انتيجين. معروفة انه الاي كابيتال انتيجين والاي سمول انتيجين هذولا بيكونوا يا بيكون واحد منهم موجود، يعني كل واحد بيقول انا المسؤول. واحنا صغار انه بيكون الاي سمول عنا، يعني واحنا صغار بيكون الاي سمول عنا، ولكن عند كبار بيكون عندنا اي كابيتال. اذا وانا كبير ممكن الاقي اي كابيتال 100% عند الناس، لكن لو اجيت جبت طفل صغير وجبت اشوف في عنده ايش الاي اللي عنده، حلاقي اي سمول. هذا الاي سيستم بلاد جروب سيستم من اسمه، اي سمول يعني للصغير، اي كابيتال يعني للكبير، مش صعب الحفظ. طيب هل ممكن في حاله استثناءات، يعني ممكن يكون يعني الكبير عنده اي كابيتال وعنده شويه اي سمول؟ ممكن، ها فيش حاجه بتقول لكم في بنك الدم يعني انه 100%. ايش بهمني كثير في هذا الامر؟ انه ممكن يتكون عندنا اوتو انتي بادي. يعني كيف؟ في حاله المايكوبلازما نيمونيا، في حاله المايكوبلازما نيمونيا، يعني مثلا انا عندي، انا كبير وعمري مثلا 49 سنه، اجى فحصوا الي الاي، لقوا عندي اي كابيتال، الحمد لله فيش اي سمول. احنا قلنا في استثناءات ممكن شيء بسيط يكون في اي سمول، لكن 99% اي كابيتال عندي، تمام. لكن اجينا نشوف لقينا في رياكشن عند هذا المريض المايكوبلازما، اجينا نفحص لقينا في عنده هذا المريض عنده انتي اي كابيتال، يعني عنده على الار بي سيز اي كابيتال، وفي البلاد في البلازما تبعته عنده اي كابيتال. عمرك شفت انت اي كابيتال واي كابيتال؟ هذا مخالف للاندشتينر، هذا مخالف للاندشتينر، لقوانين داندشتينر. لكن كيف اللي بيصير؟ انه انا انصبت في المايكوبلازما نيمونيا، ومعروفة انه المايكوبلازما هذه معروفة بكتيريال انفكشن. هذه البكتيريال الانتيجينات تبعاتها متشابهة بالاي كابيتال، متشابهة
يعني قريبه للاي انتيجن، للاي كابيتال انتيجن، فانا انصبت فيها وبالتالي جسمي حيروح يكون لها انتي بادي. تتوقع ايش حيكون؟ حيكون انتي اي كابيتال، فحيروح يهاجم هذا الميكروب وحيروح يهاجم الار بي سي تبعتي. هذه بسموها اوتو انتي بادي. اذا في المايكوبلازما نيمونيا ممكن يصير عندنا ايش؟ انه يتكون عندي انتي اي كابيتال، وعرفناها ليش. طيب عرفنا انتي اي كابيتال ممكن تتكون نتيجه المايكوبلازما وفهمناها ليش، لكن في عندنا اي انتيجن. مثلا طفل صغير، الطفل الصغير اجينا نعمل له الفينوتايبنج تبعته، لقينا في عنده 99% عنده اي سمول، تمام، لكن لقينا في جسمه في البلازما تبعته انتي اي سمول. انتبه معايا وركز معايا، لقيت عنده انتي اي سمول، لقينا انتي اي سمول. طبعا انتي اي سمول حتتفاعل مع مين؟ مع الاي، مع الاي على الار بي سيز. لكن احنا قلنا انه الانتي اي كابيتال والانتي اي سمول من نوع اي جي ام، ممكن ما يصيرش التفاعل. احنا قلنا ممكن، تمام، لكن لو كانت من نوع اي جي جي ممكن يصير ايش؟ التفاعل. هذا واضح الكلام، خلاص يعني خلصناه، صرنا كبار على هيك قصة. طيب الانتي اي سمول بعد ايش؟ بعد الشفاء او الانفكشن بالمونو، بالانفكشن مونونيوكلوسيس. الانفكشن مونونيوكلوسيس لازم انت كمختبر تعرف انه الانفكشن مونونيوكلوسيس يسببها مين؟ الابشتاين بار فيروس، معروفة انه الابشتاين بار فيروس تعمل انفكشن مونونيوكلوسيس وهو فيروس. اذا اول ما اسمع انفكشن مونونيوكلوسيس يعني هذا ايش؟ نتيجة فيروس. طيب انه كيف بعد الشفاء، بعد الشفاء من الانفكشن مونونيوكلوسيس، هذا قريته في بحث في ريسيرش واحد عامله، بعد الريكفري من الانفكشن مونونيوكلوسيس بتكون عندنا انتي اي سمول، وبالتالي ممكن مريض اللي كان مصاب بالانتي بالانفكشن مونونيوكلوسيس نلاقي عنده انتي اي سمول ونلاقي عنده اي انتيجن. لكن برجع انه اذا كان من اي جي ام يعني الامور خالص عادي، هذا موجود هذا وهذا موجود عادي مش مشكله. لكن وين المشكله؟ وين يا استاذ احمد انت توهتنا، وين المشكله؟ المشكله لما انا اجي اعمل بلاد جروب، لما اجي اعمل بلاد جروب، انا قلت لك في داخل جسم الانسان ممكن ما يتاثرش لانه من نوع اي جي ام وعلى الاغلب موستلي اي جي ام. لكن وين المشكله؟ المشكله انا لما اجي اعمل بلاد جروب، يعني مثلا مريض بالايش عنده بالميكوبلازما نيمونيا وكون انت اي وخلاص، اجيت انا مثلا اسحبي لي عينه ايديتا، اجيت اعمل بلاد جروب، قبل ما احط الدروب لقيت طلعت ايش؟ اجلوتينيشن. ليش يا جماعه؟ لانه الانتي اي الموجود عندنا اتفاعل مع الاي انتيجن في الروم تمبريتشر، وانا قلت لك الانتي اي من نوع اي جي ام، وبالتالي ممكن يعمل اجلوتينيشن بدون ما احط انتي اي ولا انتي بي. اذا لازم تعرف انه مين اللي بيعمل لي اجلوتينيشن للار بي سيز وعند البلاد جروب لما اجي اعملها. احتمال يكون عندي انه انتي اي عندي، ممكن انتي اي كابيتال او انتي اي سمول ممكن يتكون عندي، ممكن يكون عندي الناس اللي عندهم مالتيبل مايلوما لانه بيكون عنده بارا بروتين وبالتالي بيعمل ايش؟ ريلاكس فورميشن للار بي سيز. ممكن يكون مواصل جيني ميوكوبوليسكرايد وبيعمل ريلاكس فورميشن. اذا لازم يكون عندي وعي كبير، اطلع انا من محاضره اللي انا تعلمت بنك الدم ان يكون انا مثلا صرت ادفانس بنك دم. مش معقوله يعني بعد هذه المحاضرات نلاقي في عجز وفي معوقات في التشخيص. الان انت وضحت لك انه ممكن يكون كل اجلوتينيشن
ونلاقي في مشاكل في بنك الدم، ما الحلول؟ انا اديتك الحلول في الاي اي ديسكريبانسي، بدناش نعيد كيف نحلها. طيب في عندنا برضه كومبلكس انتي اي اتش، هذه برضه مشكله. انتي اي اتش كومبلكس يعني مثلا واحد فصيلته، واحد فصيلته ايه تمام، حطيت له اي 2 او او، حلاقي انه التفاعل حيكون ايش، حيكون معايا حيطلع لو انا اشتغلت في المعمل حيطلع انكومباتبل، حيطلع انكومباتبل. لكن لو كان انتي اي لحالها، يعني لو انا مثلا عندي انتي اي ممكن يطلع كومباتبل لانه انتي اي من نوع اي جي ام، وبالتالي يعني فيش مشاكل. لكن لو كان انتي اي اتش عندي، احنا قلنا خلصنا في الاي ممكن كل لاقي انتي اي، وممكن لاقي انتي اي كابيتال وانتي اي سمول، ممكن لاقي كمان انتي اي اتش ممكن. اذا تعلمنا انه ممكن يكون كومبلكس. اذا كلام الاخوه العراقيه، كل كلام الاخوه اليمنيه الليبيين في كل الدول العربيه انه في حاجه عندنا انتي كومبلكس، كلامهم صحيح 100%، فيش مشاكل. اذا ممكن لاقي انتي اي اتش، وبالتالي ايش صعب ان احضر انه هذول الناس اللي عندهم انتي اي اتش صعب احضر لهم اي 2 وصعب احضر لهم او. المشكله هنا بتكمن وين؟ بتكمن انه لو انا حضرت بدون كروس ماتش، عشان هيك احنا حرصين والاخوه في بنك الدم حرصين انه بقول لك اعمل كروس ماتشنج، لانه بتخاف يكون في انتي كومبلكس ويصير رياكشن وينضر المريض. وبهيك احنا خلصنا الاذر بلاد جروب، وان شاء الله المره الجايه يكون نقاش. الحين فيش نقاش لان انا تعبت خالص. استاذ احمد، الله يجزاك الخير، الله يجزاك الخير يا دكتور احمد، ويسلم راسك يا دكتور. الله يعطيك الف عافيه، الله يعطيك الف عافيه. يعني الله يسلمك. انا الاسف على اخونا بس يلا يعني تمشي. لا عمل اللازم، والله عمل اللازم ابو خليل، عمل اللازم. بس والله احنا زي ما قلت لك استاذ احمد، نخلي النقاش يعني بعد كل محاضره نقاش، ايش رايك؟ هيك صح، عشان نشوف ايش هل هم فهموا الكل. بقول لك ليش؟ لانه احنا اذا دخلنا في مرحله ثانيه، لأن المرحلة الثانية معتمدة على المرحلة هذه، إذا مش فاهمينها مشكلة حنتعب. مش سامع ولا حاجة. نفتح النقاش ولا تعبان؟ لا لا خلاص خليها النقاش المرة الجاية، إيش رأيك؟ ألو؟ مش عارف الصوت. المرة مش سامع ولا حاجة. انا مستني ولا حاجه، الخلل عندي من الجو يا جماعه. ايش رايك النقاش نخليه المره الجايه استاذ احمد احسن، بعد كل محاضره احسن. المحاضره الجاي بكره، خد بالك بكره جاهز. احنا اتفقنا. ابو خليل اتفق، ابو خليل جاهز. ابو خليل جاهز سبت احد. بس مش سامع ولا حاجه، والله ما انا سامع استاذ احمد. دكتور سمعت؟ سامعني كويس الان؟ سامعك احمد. قول له ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله المحاضرات احنا قلنا السبت احد 2 4 5 خلاص ان شاء الله بكره باذن الله تعالى، توكلنا على الله. تمام ساعه ساعه جماعه. انا نزلت الفورم الفورم الحضور في صدى صوت شويه. دكتور احمد طبش سامعني؟ سامعك سامعك دكتور احمد. يبقى ان شاء الله نفس الموعد الساعه 6 بكره ان شاء الله، على نفس الموعد الساعه 6 باذن الله تعالى. ان شاء الله سامع، ان شاء الله بنتناقش فيه. يعني ايش بدهم؟ يعني عشان ايش؟ ما
بدناش ندخل في ما حاجة يعني فايت عليهم بدناش. تمام دكتور تمام. إذا حابب إن شاء الله بإذن مناقشة وتخليها بعد المناقشة محاضرة على طول، إحنا معاك إن شاء الله لو بيك للساعة 1:30 بالليل. لا أستاذ أحمد والله صعب علي، والله والله صعب علي. لا أنا بقول إحنا معاك للساعة 1:30. لا لا إن شاء الله اسمعني، إحنا خلينا نسمع منهم بدنا نشوف كيف وضعهم برضو. أنت يعني مش معقولة إنه إحنا نشرح وآخر شيء مثلا ما لقيهم فيش مثلا استفادة، هذه مشكلة. فهمت علي؟ يعني أنا بدي أشوفهم كيف أسئلتهم، يعني النقاش اسمع يمكن سؤال واحد بده يطول في النقاش، يعني نشوفهم كيف وإن شاء الله يعني الأمور تكون طيبة بإذن الله تعالى. تمام خليني أخذ. هيا صاحبي مات. يا جماعة يا جماعة بكرة إن شاء الله جماعة بكرة إن شاء الله على الساعة 7، بكرة إن شاء الله على الساعة 7، إحنا قلنا سبت أحد اثنين أربعاء خميس جمعة، بكرة إن شاء الله على الساعة 7 كونوا جاهزين. اللي حابب يوجه كلمة للدكتور جزا الله خير يفتح المايك ويتوكل على الله قبل ما أسكر. السلام عليكم. يا حي الله يا حي الله دكتور دكتور صلاح الدين، كيف الحال يا حي يا زلمة؟ صوتك لوحده نعيم يوقد القلوب. تسلم تسلم يا غالي تسلم. وليك وحش يا دكتور، والله ليك وحش يا دكتور. دكتور احمد طباش اكيد، وانت كمان حياك الله حياك الله. دكتور احمد افتح المايك اذا. واخونا ابراهيم ابو اسماعيل شال المحاضره تبعت الدكتور وحاط مختبر الامر الطبي تسويق للمختبر. دعايه مجانيه. البركه دكتور صحه يا رب. الله يعطيك الصحه دكتور. كيف حالك دكتور؟ الله يعطيك الصحه الله يبارك في صحتك يا رب. والله ليك وحشه يا دكتور، والله كل يوم التأجيل هذا خلانا محبوطين، والله محبوطين. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله هيك يعني بنكون معك ان شاء الله يا رب، هيك نكون ان شاء الله يا رب هيك نستفيد جميعا يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، بارك الله فيك. هذا يا دكتور صلاح الدين الاسبوع هذا حيكون اسبوع ضغط، يعني كل يوم محاضر. ما عندي شيء فاضي، مفضي روحي. لا يعني يا جماعة يعني المحاضرة الآن شوية وحنزلها، يعني ما فيش انك تأخرها انك تشوفها. لا لا الصوت قطع، الصوت الآن واضح. واضح صحيح. تمام خلاص ننهي هنا جزاك الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد، الله يبارك لك. نراك على خير إن شاء الله بكرة. يلا يلا سلام عليكم.